السلام عليكم، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. على بركة الله نبدأ درس جديد من دروس اللغة الفرنسية المستوى السادس ابتدائي، كتاب ميز ابخونتيساج. اليوم مع حصة جديدة من حصص لا ليكتور، القراءة، حصة الفهم، لا كومبريونسيون. الوغ لوبجيكتيف، الهدف من هذه الحصة أو الهدف من هذا النص القرائي، ليغ ان تيكست ا كاركتير اكيمونتاتيف، قراءة نص ذو طابع هجائي. يعني في هذا النص غنتعرفوا على واحد النوع ديال النصوص تكون مليء بالحجج والأدلة. اذا كما العادة دائما افون لا ليكتور، حصة ما قبل القراءة، تنشوفوا النص الصور اللي معاه، اي وثائق بجانبه مثلا، تنركزوا عليهم باش نجاوبوا على هذه الاسئله. اذا pour répondre à ces questions، تنشوفوا مكونات ديال هذه الصفحه. اذا مرحله j'observe et je découvre، الاحظ واكتشف. اذا الاحظ هذا النص واكتشف. اذا نبدأ على بركة الله، نبدأ بالسؤال الأول. إذن هذا النص في الصفحة رقم 58، إذن نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول: observe l'illustration et le texte. اللي غتشوف هاد الصورة، هاد المشهد، هذا المشهد اللي هنايا، وغتشوف هذا النص. السؤال: كي فواتي سور ليماج، كي فواتي سور ليماج، من في الصوره، او من تلاحظ، من يوجد في الصوره. هنا كاين الفرق بين كي فوا وبين كو فوا. كو فواتي يعني ماذا تلاحظ، كي يعني على الشخص، نهضر هنا على الشخص. كي فواتي سور ليماج، على وقت الجواب عندنا هنايا في هذه الصورة: دو زونفون اون تران دو بارلي، اون في اي ان غارسون. الوغ لا ريبونس: جو فوا دو زونفون اون تران de parler, de discuter, une fille et un garçon. هذا هو الجواب ديال السؤال الاول. deux enfants، je vois deux enfants en train de parler، une fille et un garçon. deuxième question، la deuxième question: de quoi peuvent parler ces deux apprenants، de quoi peuvent parler ces deux apprenants. علاش ممكن يهضروا هاد الاطفال؟ باغ اكزومبل، ممكن يهضروا على لي طاش، دي طاش دان ديليغي، دان ديليغي دو كلاس. تهضروا على شنو تيدير ممثل ديال القسم، ممكن دي طاش دان ديليغي دو كلاس. التخوازيام كيستيون: quel est le titre du texte؟
quel est le titre de texte ما هو عنوان النص. إذن هذا السؤال دائما ما يطرح في الامتحانات وكذلك في الفروض. إذن دائما العنوان واضح جدا يكون في خط مغاير في أعلى الصفحة. إذن العنوان être un bon délégué de classe. Être un bon délégué de classe. كيف تكون ممثل جيد لقسمك؟ un bon délégué de classe. ممثل القسم أو المسؤول في القسم. La quatrième question. D'après toi, في نظرك, ce texte va raconter une histoire ou donner des arguments. بلك في نظرك هذا النص واش يحكي لنا واحد القصة ولا يعطينا des arguments يعني حجج. هنا يعطيك جوج اختيارات. أنت تقول نظر ديالك. ممكن نقول ce texte. Ce texte va donner des arguments, des arguments. إذن بعض المرات هاد الأسئلة تكون هنايا تكون عندهم علاقة بالأوبجيكتيف اللي يكون فوق الهدف هو هنايا. عندنا كاركتير لي غان تيكست ا كاركتير ارغومونطاتيف. اذا هنا هذا لوبجيكتيف تعطينا فكره على النوع ديال النص اللي غنقراو. اذا هنا غتسهل علينا الاجابه الا قرينا هذا لوبجيكتيف. هذا لا ريبونس ديال السؤال 4 تجينا سهله. خلينا دابا السؤال رقم 5. كومبيان دو بوين سون سيتي دون سو تيكست. كومبيان دو بوين سون سيتي دون سو تيكست. اذا غنحسبوهم لي بوين يعني ممكن يكونوا وجهة النظر. واحد هو عندي هنايا 1 2 3 4 5 6 7 7 إذا عندنا هنايا 6 ديال النقاط. 6 ديال النقاط اللي تطرق ليهم هذا النص. الوغ السؤال رقم 5 إليا 7 points dans le texte. Dans le texte. Dis-moi ce qu'on dit. Nocta point final. Nocta nihaya ful jumla. Alors je répète. جواب ديال السؤال الاول. دو زونفون اون تران دو بارلي اون في اي ان غارسون. بنت دري دي طاش دان ديليغي دو كلاس. جواب السؤال جواب ديال السؤال 3 اتر ان بون ديليغي دو كلاس. السؤال رقم 4 سو تيكست فا دوني دي زارغومون. جواب ديال السؤال 5 اليا 7 بوين دون لو تيكست. دنادي حصة ما قبل القراءة.